طيب احنا عندنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. الصندوق ده مش بس بيكون حريص ان هو يساعد الشخص على الإقلاع عن الإدمان او المخدرات، ولكن يمكن الصندوق ده ليه دور كبير جدا في ان هو يكون مهتم ويبقى فيه استمرارية لمتابعة الشخص المتعافي من الإدمان أو التعاطي، وكمان بيساعده على الاندماج في المجتمع. الصندوق مؤخرا أعلن برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة بإيدينا، مبادرة اسمها بإيدينا عن أعمال المتعافين من تعاطي المخدرات، وده بمركز العزيمة إحدى قرى مركز صملوط التابعة للصندوق بمحافظة المنيا. المتعافي يقوم بتأثيث جميع أعمال الموبيليا لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان هيتم افتتاحه نهاية العام المقبل وفقا للمعايير الدولية. تفاصيل أكتر عن المبادرة معنا دكتور هشام جمعة، أخصائي علاج إدمان بصندوق مكافحة الإدمان. صباح الخير. صباح النور يا فندم، وحياك على كل السادة المشاهدين. يعني زي ما كنا بنقول إن الصندوق مش بس بيكون ليه دور في إن هو يساعد المريض أو الشخص أو المتعاطي عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة، ولكن كمان بيكون في متابعة في محاولات لإدماجه في المجتمع من خلال مشاريع، ويحس إن هو فعلا شخص بينتج ويحس ان هو شخص مفيد للمجتمع، وده بشكل او باخر بيأثر على نفسيته. مبادرة بإيدينا دي من المبادرات الجديدة، عايزين تفاصيل اكتر عنها والهدف منها ايه؟ بالطبع زي ما حضرتك قلت، يمكن محور الدمج المجتمعي او التمكين الاقتصادي للمتعافين هو يمكن بيشغل بال القائمين على الصندوق الفترة الأخيرة برئاسة معالي وزير التضامن الدكتورة نيفين القباش. عشان كده طول الوقت بنحاول نديهم مشروعات تساعدهم على ده. يمكن كنا عملنا من فتره بعض المبادرات فيما يخص هذا الصدد بالدمج المجتمعي، زي مبادره بدايه جديده اللي من خلالها بندي قروض للمتعافين عشان يبتدوا يعملوا مشاريع صغيره يكسبوا منها دخل ليهم ولاسرتهم ويكون مصدر رزق جديد ليهم. ده غير طبعا بعض المبادرات الثانيه زي مبادره التدريب المهني اللي بتتعمل مع وزاره الصناعه عشان يبتدوا يتعلموا مهن وحرف جديده. دلوقتي بنتكلم على المبادره اللي تم اطلاقها في الاسابيع الماضيه، هي مبادرة بإيدينا. يمكن هي احنا كنا فتحنا من الفترة الماضية بعض مراكز تسمى بمراكز العزيمة للتأهيل من الإدمان. المراكز دي تحت إشراف معالي وزير التضامن الدكتور نيفين القباش ودكتور عمرو أسوان مدير الصندوق ومساعد الوزيرة. الهدف منها إعادة تأهيل مرضى الإدمان من أول وجديد. المبادرة دي كانت مش بس إن احنا بنعالجهم على المستوى الطبي والنفسي، ولكن كمان كنا بنعالجهم على المستوى ما يسمى بالعلاج بالعمل. يمكن في احد المناحي العلاجيه احنا بنساعد الناس ان هي تندمج في المجتمع من خلال انهم يكتسبوا مهن جديده، فاحنا بقينا دلوقتي عندنا ورشه نجاره في مركز العزيمه للتاهيل في المنيا. يمكن الورشه دي هي اللي هتقوم، وده يعني خبر صار ابص لحضرتك ان احنا ان شاء الله في القريب العاجل هيتم افتتاح مركز عزيمه جديد في محافظه قنا بالتعاون مع جامعه جنوب الوادي، هيتم تاسيسها بالكامل من غرف وجميع المنتجات الخشبيه من خلال الورشه اللي معموله دلوقتي في مركز العزيمه في المنيا. طيب انا بشكر طبعا حضرتك على وجودك معانا وعلى جهود الصندوق في مكافحه الادمان. شكرا ليك دكتور هشام جمعه، اخصائي علاج الادمان بصندوق مكافحه الادمان.